فاكرين الفيلم ده؟ فوق الموج العالي تحملنا الرياح تنقلنا من بحر. ده فيلم سندباد، واحد من اعظم الافلام المهدور حقها، وبرضه يعتبر اخر فيلم 2 دي عملته شركه دريم ووركس بعد ما الفيلم فشل في السينمات وخسرهم 130 مليون دولار. من بعد الفيلم ده الشركه ما عملتش غير افلام 3 دي زي كونغ فو باندا، انكريدبلز، بوسين بوتس، رغم ان ال 2 دي بتاعهم والله كان احسن من ديزني. ما تنساش تعمل فولو لايك وبيس.